نجرسكو الحله، لان نجرسكو الحله هنعمل المكرونه نيه مع الصوص مع كل حاجه، فدي ممكن تاخد مننا وقت شويه في السوا، فنبدا بيها. نجرسكو الحله دي طريقه لذيذه نعمل بيها نفس فكره النجرسكو بالظبط في الحله. الحقيقه ليها مميزات، بتطلع جوسي قوي وكريمي جدا، والصوص فيها كتير وسريعه ومواعينها قليله قوي، فتعالوا نشوف. وطبعا لذيذه جدا للي عنده مشكله في الفرن، فرني عطلان، فرني بيبوظ الاكل، ما عنديش فرن اصلا، دي كيس متعدده يعني عند ناس كتير، كل ده يتحل. 3 صدور من الدجاج متقطعه مكعبات صغيره، و400 جرام من المكرونه الاسباجيتي، عندي كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم، وبصله مفرومه، بصله مفرومه ناعم، اسفه، في بصله مفرومه مش فرم ناعم، فرم سكينه عادي، نص كوبايه من البقدونس المفروم، و250 جرام من المشروم الشرايح، كوبايه من الزيتون الاسود الشرايح، لتر من الحليب، وكوبايتين من الكريمه، كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا، ونص كوبايه من الجبنه الرومي المبشوره، طبعا لو بارميزان احلى بس انا حبيت يعني ايه ما اروحلكوش لحاجه صعبه انكم تلاقيها تلاقوها، مكعب من مرقه الدجاج وزبده، ومعلقه كبيره من الثوم الباودر، معلقه كبيره من البصل الباودر، وربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، رشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. يا شباب بعد اذنكم علشان الوقت، انا عايزاكم بصي يا ستي ركزي معايا، الفراخ الصدور دي ايوه وتتشوح تشويح عادي جدا في الطاسه زي ما هي كده، انا سايبها لكم على جنب اهي لانها خطوه هتاخد مننا اتليست 10 دقايق على الفاضي، مفيش فيها اي فن او ابداع، يعني هي الفكره في تركيب الاكل هي اللي بنبقى نحتاج نركز عليها. يبقى نجرسكو الحله نبدا بيها. طبعا نجرسكو الحله يعني محتاجين حله، ومحتاجين حله كبيره عشان نبقى عندنا براح كده ومساحه ومش مزنوقين وبنشتغل براحتنا جدا. فانا عندي هنا اكبر حله في الطقم بتاعي، وهاخد الزبده، مع الزبده بحب احط شويه زيت حمايه للزبده من ان هي تتحرق لان عندي تشويح كتير. ادي شويه زيت اللي هحمي بيهم الزبده، شويه بسيطه جدا ما يجوش معلقه كبيره، وادي الزبده. هجهز ايه يا حبايبي؟ البصل والثوم. يا جماعه والنبي انا قصيره، انا مش عارفه، انا يعني احنا عشره 5 سنين، مش قادرين تفهموا ان انا 158 سنتي، ينفع اقعد اعمل كده طول الحلقه يا حمدي؟ بالظبط، ما نقرب الحاجه، زعلانين من بقيه الكاونتر ليه؟ مضايقكم في ايه؟ يلا بينا. الزبده، هحط البصل، ومع البصل على طول المشروم. رشة جوزة الطيب والحبهان، رشة ملح وفلفل اسود، هخلي الفراخ جنبي بس لسه شوية عليها، عايزة بس ادي تشويحة للحاجات دي، اجيب سباتشولا ونقلب الحلويات دي كلها مع بعضيها. الله على الريحة. هحط كمان البقدونس، حطيت زيت وبعد كده زبدة، بعد كده شوحت فيهم البصل مع المشروم مع رشة جوزة الطيب والحبهان، ودلوقتي حطيت البقدونس. يا نور احنا بنعمل ده ليه يا جماعة؟ بنجهز كده ايه يعني نكهات كتيرة تستقبل الفراخ فتقوم منكهاها على طول، مجرد ما تشوحوا هاجي اديهم الفراخ، ومع الفراخ هقوم حاطه بقيه التوابل وكمان الثوم. ادي الثوم وادي الثوم الباودر والبصل الباودر. الفراخ ممكن تحتاج رشه فلفل اسود كمان، مش هحط ملح خلاص عشان انا عندي مرقه وعندي زيتون، فيعني هكتفي بهذا القدر لما اشوف انا محتاجه ولا لا. هقلب الفراخ سريعا
مع المشروم. طبعا احنا مش عايزين الفراخ تلون ولا اي حاجه، احنا عايزينها بس يعني تدخل في السوى تبيض. فهسيب كل الحاجات الجميله دي مع بعضيها واشيل الحاجات اللي فضيت. ونقرب مننا كده ايه اللبن ومكعب المرقه والزيتون، كريمه للاخر كريمه وجبنه للاخر، ولحد ما الفراخ تاخد تشويحتها. تعالوا نقول مقادير وصفه كمان، نقول مقادير مكرونه الفاهيتا. احنا هنعمل ميكس ما بين المكرونه اللي بنحبها جدا والفاهيتا اللي برضو بنحبها جدا. فهنعمل ايه يا حبايبي؟ هنعمل هنحتاج 3 صدور من الدجاج المتقطع شرايح جوليان، 400 جرام من المكرونه البنه المسلوقه نص سلق، وهناخد برضو ميه سلق المكرونه نخليها جنبنا، انا مش لاقيه ميه سلق مكرونه يا نور دخلوا لي. هنحتاج بصله حمراء متقطعه جوليان، 1 فلفل رومي جوليان، 2 فلفل الوان جوليان، نص كوبايه صويا صوص، ربع كوبايه صوص ورشستر شاير، 2 كوب من ماء سلق المكرونه ممكن اقل او اكتر هنشوف، زيت نباتي، شويه نشا، معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، رشه من جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. ودي كده مقاديرها، ومحتاجين نعملها فوق. فانا هجيب بوك احطها تسخن كويس جدا على النار لحد ما يجي وقت استخدامها، لان فاهيتا عارفين فاهيتا يعني ايه؟ يعني ووك او طاسة مولعة علشان الفاهيتا تظبط معايا. لو ما خدتش التشويحة الجامدة دي واللسعة الجامدة من الحرارة ما بتدينيش الطعم اللي انا عايزاه، بتبقى مجرد فراخ متشوحة. بصوا اللون اهو، مش عايزين اكتر من كده، لون ابيض بس اخده تشويحة بسيطة. هاجي دلوقتي احط اللبن. ايه ده يا سارة، لبن من غير دقيق؟ الصوص ده هيتقل ازاي؟ هيتقل من المكرونة، لان احنا هنسوي المكرونة في الصوص ده اللي هي مليانة محتوى نشوي فيها دقيق، فالدقيق بينزل في اللبن فهيتقله، مش هنحتاج نضيف اي دقيق خالص، بالعكس ده احنا محتاج ممكن نحتاج نخفها كمان. فبقى عندنا الصوص اللي انتوا شايفينه ده، السائل اللي انتوا شايفينه ده، هنحط له حاجة تانية؟ لا مش هنحط له دلوقتي حاجة تانية، هنحط المكرونة الأول ونشوف محتاجين نزود شوية من مية سلق المكرونة، والله مش محتاجين، هنشوف ايه اللي هيحصل. هناخد المكرونة نية كده زي ما هي يا جماعة، نخليها تنزل تكمل سوا هنا، بس محتاجين الصوص ده يغلي. ليه يغلي؟ عشان المكرونة حتى لما احنا بنكون بنسلقها عادي يعني في مية، بنحتاج ان المية تكون مغلية، ضروري جدا المية تكون مغلية، يا اما المكرونة بتنزل تلبد وتعجن في بعضيها وما بتبقاش ألطف حاجة. فضروري ان الصوص ده برضو يغلي علشان نعمل كده. هحط فيه مكعب من مرقة الدجاج، هيدي طعم رائع للصوص وهيدي طعم رائع كمان للمكرونة وهي بتستوي فيه. دي كده يعني احنا مجودين شوية، مجودين بايه؟ بالزيتون والمشروم. احنا ممكن نكتفي بالفراخ بس عادي جدا، ممكن نكتفي بفراخ وشوية فلفل وبصل عادي جدا، نجرسكو فيها حرية قوي ان احنا نحط الحاجة اللي احنا عايزينها والمتوفرة عندنا. طيب ايه تاني يا سارة؟ ولا حاجة لحد دلوقتي. انا محوشة الكريمة للاخر، الكريمة عايزة احطها في اخر سوا خالص عشان تفضل محافظة على قوامها الكريمي الناعم الجميل، واحط معاها الجبنة. فدول الاثنين انا محوشاهم للاخر مش ناسياهم. والووك بتاعتي هنا بتسخن كويس قوي وامورنا ماشية تمام. الووك اللي بتسخن دي عايزة احط لها شوية زيت حلوين على قد الفاهيتا، الفاهيتا بتاخدش زيت كتير، يا دوب بس يغلف الطاسة. وعايزة الزيت برضو يسخن كويس قوي. هنا الصوص على وشك انه يغلي، فممكن تجاوزا احط المكرونة. تحطوا المكرونة وتوزعوها كده، ومن الحرارة دلوقتي هي هتبدأ تستوي وتنزل في وسط الصوص ده، وما تنزل فيه انا هعرف هي محتاجة مية ولا لا. ممكن طبعا ازودها شوية مية مفيش اي مشكلة، ممكن ازودها شوية من مية سلق المكرونة برضو مفيش اي مشكلة، انا افضل مية عادية مش مية سلق مكرونة. تعالوا كده بقى
نخلي الغطا ده هنا عشان احتمال نحتاجه، احتمال مش متأكدين لسه. ونشوف محتاجين نعمل ايه تاني. محتاجين نبدأ في مكرونة الفاهيتا. انا بس عايزة اعمل تيست. الفراخ هنا فيها شوية مية، انا عايزة اصفيها عند الحوض، فبعد اذنكم بس هروح اصفيها، لان من اسباب برضو نجاح الفاهيتا ان اللحوم اللي بنعملها، سواء بقى بنعملها فاهيتا سيفود او فاهيتا فراخ او فاهيتا لحمة، تبقى متصفية تماما من المية. ولو تعرفوا كمان كده تمشوا عليها منديل تجففوها بيه يا ريت، عز الطلب. بصوا هنا بدأت تغلي، فشوية كده وهبدأ ألاقي المكرونة، بصوا بتقع تماما أهي، بتطرى وتنزل جوه الحلة، وده بالظبط بالظبط المنظر اللي أنا عايزة أشوفه. هاجي بقى أزود شوية مية سخنة بس شوية صغيرة، عشان المكرونة دي طبعا هتحتاج سوائل عشان تستوي فيها. لازم الأول أهتم شوية وأقعد كل شوية أقلب، يا إما هتلزقلي في بعضيها، وأنا طبعا مش عايزة ده. فلازم الأول كده إيه شوية اهتمام. المكرونة بتقول لنا إيه، خدوا بالكم مني ما تسيبونيش عشان ما لزقش في بعضي. فنقعد كده ايه نفرقها، ونديها فرصتها انها تبدأ تدخل في السوى. طيب طيب، احنا عايزين برضو نضمن ان الحرارة كافية ان المكرونة تستوي، فهنعمل ايه، هنيجي كده ونحط الغطا ده على الوش، ما نقفلش تماما عشان ده لبن، لو قفلنا هيفور وهتزعلوا مني وتقولي بوظت لنا الفرن. الطاسه هنا بقت سخنه زي النار، فانا جاهزه ان انا انزل الفراخ. لا لازم نبدا الفاهيتا، معلش. شايفين الزيت بيطلع شويه دخان كده، سامعين الصوت ده؟ لازم اسمع الصوت ده لو انا بعمل فاهيتا. وعلى طول رشة فلفل، رشة ملح بسيطة، التوابل، وتقليب. زي ما انتوا شايفين كده مفيش غير فراخ، ما نزلتش اي ميه عشان انا صفيتها كويس، وعشان سبت الطاسه تسخن كويس جدا. هسيبها تتشوح وتاخد راحتها خالص قبل ما انزل اي حاجه تانية. تعالوا نبص كده هنا ايه اللي حصل. الله، المكرونه بتستوي في الصوص اللي احنا عملناه، ما عادتش ملزقه علشان احنا اديناها شويه اهتمام في الاول خلاها تظبط. انا بس شايفه ان احنا محتاجين شويه ميه، اهم حاجه الميه اللي اضيفها تبقى سخنه، ما ينفعش ابدا اضيف ميه بارده، يا اما هتبقى النتيجه مكرونه معجنه وملبده وطعمها مش الطف حاجه خالص. تقليبة كده حلوة بس، وانتي كده ايه هتبقي زي الفل. نص غطا زي ما قلنا ومع نفسها. وممكن بقى نعمل ايه، ممكن نجيب الفاهيتا على النار العالية ونودي المكرونة على النار اللي جوه دي عشان تبقى جنبي، لحسن انا ايه مقادير بعيدة وحلل بعيدة. تعبت والله تعبت. نقلب لحد ما نلاقي المكرونة أسفل الفراخ بدأت تاخد شوية علامات كده من الطاسة، لسعات كده، فأنا هسيبها على النار العالية مش هقلب كتير. فظيعة، استوت، هوريكم حالا وهدوقها برضو عشان أتحقق إن هي استوت تماما، أو يمكن أنا بتلكك ما نعرفش.
ونيجي هنا نبص للفراخ هنلاقيها اتشوحت واخدت لسوعه الطاسه اللي انا كنت مستنياها. حلوه قوي كده ورضا. نعمل ايه دلوقتي؟ نقوم حاطين لها البصل وتقليبه كده بصل الفاهيتا، دايما بصل احمر احلى. وهاجي دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ساره؟ انت جايه تعملي ايه؟ اخد صوص الورشسترشاير وصوص الصويا، بس عايزه كمان الاول احط رشه جوزه الطيب. وهاجي لحظه، انا ما حطيتش الفلفل لسه عشان انا عايزاه يفضل مقرمش كده وحلو، هحطه في الاخر خالص. وادي كمان الصويا، استخدموا صويا فاتحه احسن بكتير، اعتقد ان دي غامقه بس يعني انا ارشح انكم تستخدموا فاتحه بالذات اللي لسه اول مره يجربها. تقليبه هسيب الكلام ده كده ايه ياخد من طعمه بعضه. واجي هنا بص على المكرونه. المكرونه يا جماعه واضح من شكلها ان هي ايه مستويه، ولنا للتحقق يعني مستويه يعني، بس هو ايه مطمن برضه. ايه الطعامه دي؟ تحفه 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 تحفه. جه دلوقتي وقت الكريمه، هتظبطها بقى ظابطه. وكمان جبن تتحط وسطها تسيح. هنقلب كل ده مجرد ما يغلو غلوة واحدة بس، كريمة تسخن والجبن تسيح، هشيل من على النار وشكرا. هنا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي اخد شويه كده من ميه سلق المكرونه وهحط شويه نشا تقليبه صغيره، هلاقي النشا داب على طول. نقلب. انتوا ملاحظين ان كل ده ما حطيتش الفلفل ليه؟ مستنيه الفلفل يتحط في الاخر خالص عشان يفضل كده محافظ على لونه وقرمشته، ما يبقاش حاجه كده مهريه ودمها تقيل. مش جنبينا، احتمال نحتاج تاني ما نعرفش. وقع مني شويه صوص هنا فهمسحه. وهنا كده المكرونه دي خلاص. بصوا الجبن بقى ساحت. اولا لا اولا لا، دي تتشال من على النار حالا. اوبا، ودايما شيلوها من على النار قبل ما تستوي قوي يعني، عشان عبال ما تقعد في شويه الحراره دول هتكمل سواها وتشرب الصوص وهتظبط كل حاجه. هنا الصوص بيجهز، انا شايفه ان ممكن ناخد شويه نشا كمان. شويه كده وبقلبهم في النص انا، وبعد كده اقلب بقى كله مع بعضه تقوم الدنيا تظبط. ولو قلقانين دوبوه في ميه بارده وضيفوه. هنعمل ايه دلوقتي؟
هنضيف المكرونة ومعاها الفلفل. حد هيقول لي الفلفل بيبقى احلى يا سارة لو اتشوح؟ فعلا لو انا بعمل فاهيتا بس هدي الفلفل تشويحه في الاخر، لكن عشان انا عندي صوص ولسه هيغلي ومكرونه ولسه هتستوي، فلو انا شوحت الفلفل وبعد كده حطيته مع المكرونه عبال ما اجي اقدم هيكون يعني بقى ما بقالوش ملامح، وانا اكيد مش عايزه ده يحصل، انا عايزه احافظ على شكله. هقلب دلوقتي بالهداوه كده الله، شايفين مقدار النشا اللي حطيناه مظبوط بالظبط. بحب انا التدريج في الحاجات دي لان انا مع انواع النشا بتفرق ويعني حاجات كتير بتفرق، فانا بحط حبه صغيره والله احتجت تاني بزود، الدنيا مش هتتهد. احسن ما احط كتير ويطلع زياده قوي، او احسن ما احط قليل قوي واقول ايه ده خلاص انا ما عنديش تاني. فنخلي معانا كميه كده تسمح لنا بالتزويد. الكميه اللي حطيناها ليه بقى مثاليه؟ خلت الصوص يغلف المكرونه زي ما انتم شايفين، المكرونه دي يا دوب غلوه واحده على النار مع الصوص هتكون استوت. طب افرض تقل مني، حطيت نشا زياده بالغلط ولا اي حاجه، شويه ميه يظبطوا لي او مرقه يظبطوا لي الدنيا تاني في ثواني، او شويه ميه مكرونه. دي كده خلاص دقيقه كمان على النار وهنشيلها هتكون زي الفل، واعتقد واضح من المنظر انها فهيتة فهيتة يعني مش بتهزر، والالوان زي ما انتم شايفين الصوص لزق على المكرونه تماما، وكل امورنا ماشيه تمام جدا ومفيش اي مشكله. ودي كده تتشال من على النار، شكرا. هنخليها هنا برضو لحد التقديم، ممكن انت بقى نقربك مني عشان ما اقعدش اوطي.